السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. استكمالا للمقابلة، نحن الآن في الجزء الخامس من السادس عفوا من هذه المقابلة مع العم أبو محمد من الفالوجة قضاء غزة، وكنا قد توقفنا في نهاية الجزء الخامس للحديث عن شهر رمضان والأعياد والمواسم، وتفضل بشيء من التفصيل العم أبو محمد وتحدث عن موسم الحسين بن علي الذي كان يقام بالقرب من مدينة المجدل في فلسطين. ونستمر بالحديث عن الموروث الاجتماعي، وبدنا نتحدث الآن عن الزواج. كيف العادة اللي كانت متبعة عند أهالي الفالوجة، لما يفكر شاب من هالشباب بده يقترن، بده يتزوج، بده يتقدم لطلبة بنت من بنات البلدة أو من قرية مجاورة، كيف العادات اللي كانت متبعة؟ والله العادات يعني كما هو معروف الآن يعني تقريبا، بس يعني لأنه ما كانت السيارات موجودة في الأول، يعني كانوا يروحوا على رجليهم الرجال على بيت الرجل، كل النسوان مهدات الطريق يعني وشايفات البنت مثلا، والشاب شايفة يعني الطرق المتعارف عليها وما ف ولاقوا قبول يعني، فتروح الجهة الأولينية اسمها جهة الفاتحة يعني. الفاتحة نعم. فيروح يقولوا احنا جايين نطلب بنتك مثلا فاطمة لابن محمد أو خليل. يقول تراها أجتكم. يقولوا والله على اسم الله ورسوله، يقولوا الفاتحة. نعم. تكون هي بداية. بعدين بعدها عاد بصير ايش انهم بدهم يروحوا عقد القران هذا، وكان نفس الطريقة يجي شيخ ويكتبوا مع العقود، خطيب اثنين ثلاثة في البلد يكونوا عندهم يعني ووثقوهم في غزة وفي دائرة القضاء. تقريبا قديش كان المعدل الوسطي المعجل والمؤجل في ذاك الوقت؟ والله كان دائما يعني اللي أنا حضرته 100 دينار. نعم. 100 دينار المتأخر ما كانوا يهتموا فيه. يعني المقدم 100 دينار، غالبا 100 دينار، 70 دينار قلت أو كثرت، بس في حوالي 100 دينار هذا المهر المقدم. المؤجل كان يقول 5 دنانير 10 دنانير، إذا واحد بيقول 100 دينار بس يعني. نعم. هيك هذا العادات. بعدها عاد بكلف الفرح من أمور كثيرة، عاد بعد ما يعلن هذا وبيعلنوا على الناس بيعملوا فرح خلاف. نعم، بدنا نتوقف شوي ونمشي بشكل بسيط. نعم إذا سمحت لي. تفضل. الآن تم القبول والإيجاب واتفقوا على كل التفاصيل بعد الزيارة الأولى، بعد زيارة الفاتحة وبعد زيارة الرجال وإعطاء كلمة بالموافقة، ونعتبر أنه تم الموضوع بشكل شرعي قانوني وكتب الكتاب بالمعجل والمؤجل. هلأ في مرحلة هذه اللي هي مرحلة التحضير للعرس، هذه بتخللها يعني إشي اسمه تجهيز كسوة العروس. كيف كانت عند نساء الفالوجة تتم هذه؟ نعم، هذه كسوة العروس هي تكون محضرة الفتاة وهي عمرها 14 أو 12، لما يصير عمرها 18 بيكون غالبا، بتكون محضرة أشياء هي هذه، ومن أمها محضرة لها أشياء وكذا، فبعدها بيكون في الكسوة اللي بدهم يحضروها، وتشمل الذهب وبقوقات تلبس على راسها وغرفة وملابس غيارات داخلية وخارجية. خلينا نوضح لمشاهدي المقابلة، ذكرت تعبير القات، شو المقصود فيه اللي بتلبسه على راسها؟ اللوقاة هذه. هذه تلبس على الرأس وبقات ينحط عليها وزرياتك على الرأس يعني كطقية هي. نعم. وينحط جذلها ذهب، كلها ذهب من هنا لهنا، يعني الذهب نقول له جذلها ارباع 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 دينار. نعم. تكون هذه مثلا 30 أو 40 ربع ذهب، يعني
فالمئة دينار هذه اللي كانوا بأخذوهن أهلها يعني بيشتروا لها ذهب. نعم. وقسم منهن ملابس، لأنه كانت الذهب دينار، الليرة الذهب دينار الحصان. نعم. فكيف الربع؟ ربع دينار، فلما يكون في الدينار يشتروا لها ذهب كذا. وأساور، يعني أساور، كان الأساور في اليمن أنا اللي أشوف مش ذهب، فضة. نعم. حيدر يقولونها. كان الذهب يشتروه أو الفضة من الفالوجة كان متوفر في محلات ولا يطلع على المدينة؟ والله ما هو في قلت لك كان يجي سائر ذهب يهودي في البلد يصنع، يعني يصنع الأساور وإشي بشكل مباشر. نعم. يعني في هذول في ريالات ذهب هيك ويقول له وزرية فضة معروفة، وكان يحطن في قالب صهر هيك على نار وفحم وإشي ويصهرهن على الأشكال اللي هن الأساور فضية يعني. نعم. واللي هذا كمان ينزلوا على غزة أو على القدس. نعم. في ناس حتى يعني الموسرين كانوا يروحوا على الشام، على دمشق يجسدوا العروس من الشام. من الشام يعني. نعم. عائلات موسرة بسيطة يعني مش كذا، أما في الغالب يا غزة الفلوجة لأنه موجود فيها هالأشياء. نعم. تذكر حاج محمد أنواع البدلات أو الفساتين اللي كانت تجهزها العروس بكسوتها؟ والله الثياب فلسطينية. نعم. كان اللي بيشوفوها معروضة هذه مطرزة تطريز كامل، بس على أشكال كان لهم أسماء معينة يعني. تذكر أسماءهم؟ عينين عزعيين، قبور اليهود، شدري يعني أشياء منها جلي جلي. نعم. طلس، يعني أشياء تعبيرات كانوا يعرفنها النسوان يعني. نعم. بتاعت كيف القب كان عليها زي مآذن وأشياء هيك، وهنا عرق وعروق، عدد العروق معروف عندهم هيك، في شيء كله عروق، في شيء عرق من اليمين وعرق من نفسه هيك، عرقين وعرقين منها، يعني يظهر في الثوب اللي يعرض الفلسطيني هذا غالبا. طيب الفالوجة بس كان تطريز على اليد. عفوا تفضل. أنا كنت بسأل إنه الفالوجة. نعم. ومحيطها في. نعم. توب مخصص يقال إنه هذا توب الفالوجة. نعم نعم. هذا منطقتنا يعني الفالوجة ومنطقتها لها ثوب مطرز ويعرف يعني. نعم. لأنه منطقة دورة لها ثوب والوردان من هنا. الوردان اللي هو الكم الواسع. الكم الواسع وإله يعني زي بنقول شبرة هيك طويلة. نعم. هذا إرداء. لا إحنا ذات معصم الكم. معصم زي الدشداشة والمعصم هيك والزرر زرار، لكن مطرز كله. فالفالوجي وحتى والعراق وبرير وكوكبة. نعم. وسمسم وهوج وهالمناطق هذه. هذا التوب يعرف إنه هذا للمنطقة هذه. للمنطقة هذه. نعم. نعم. شو ألوانه عادة بتكون؟ والله هو في يعني الثوب المادة الأولى سوداء يعني. الأرضية. الأرضية سوداء. نعم. شايف كيف؟ لكن التطريز أحمر وأصفر وأخضر يعني وأزرق سماوي يعني، بتلقى هالمطرزات، أما غالبها يميل إلى الأحمر الوردي. نعم. هذا. نعم. إذن مطلوس درء تطريز يعني حتى تنك تتبين إيش الأرضية قليل يعني. نعم. إذن هذه تقريبا يعني المتطلبات الأساسية اللي تفضلت حكيت عنها اللي هي بتشكل كسوة العروس. نعم. بعد ما جهزوا الكسوة واتفقوا الطرفين أهل العريس وأهل العروس على إقامة مراسم الزواج. نعم. كيف كانت تبدأ الليالي والسهرات؟ تبدأ يعني غالبها أسبوع زمان تبدأ، مثلا بدهم يأخذوها مثلا يوم الجمعة أو يوم هذا يبدأ من قبلها بأسبوع. نعم. وتبدأ هذه أفراحهم السامر هذا، ويقدموا فيه بتذكر بسوت كبير يملأوها قرفة يعني حتى. وهن البنت يجي لها رفيقاتها على دورهم وغناء الهنا. إذن يعني النساء لهم مكان خاص. لهم مكان خاص. بالاحتفال بالعروس. بالعروس والرجال. والرجال لهم. طيب الرجال وين كانوا يتجمعوا بالقرية أو بالبلدة؟ الساحة العامة. في ساحة. في ساحة. كل حارة لها ساحة. نعم. كل يعني قبيلة لها ساحة
كبيرة يعني زي الملعب الرياضي تقريبا، ساحة واسعة ينصب فيها بيوت شعر أو تكون في العرائن حكمت، مش زي ما تقول طقس صيف يعني، لأنه غالبا السامر يبدأ والهذا بعد المغرب يعني. ف يقولوا لها نوع اسمه دحي، نوع اسمه سامر. ممكن نمثله ولو بشكل يعني تعبيري بدون ما نثقل عليك، كيف بنميز الدحية عن السامر؟ عن السامر والله يا سيدي كل واحدة إلها أهزيجها يعني، مثلا يعني منها متخصصين في ذلك. أكيد أكيد، لكن إحنا بشكل رمزي تعبيري رمزي. مثلا السامر بقفك يا زائرين النبي وش وصفت القب، يا سعد من زار النبي وحبه. نعم. مثلا نعم. يا أحباب لما سمعنا فراحك وجينا ننزه القلب ونعاود لهالينا ويعمل هيك. نعم. هذا السامر. نعم. الدحية شغلة بقبى واحد من هنا وواحد من هنا. اللي يقول مثلا هذاك يمسك بالصمرة وهذاك يمسك بالبيضة، اما الصمرة انطلبت بريزة البيضة انطربت بريزة، اسحب ليرة واعطيها، وهذيك الصمرة القشف راكب على رجليها، وهذاك يذكر قبيلته مثلا اذا بده يقول واحنا اللي نطعم الناس والعيلة واحنا اللي نعد الذهب بالقطاس والكيلة. هذاك يجاوبه يعني هالأجوبة المعروفة، من يقول له كذاب كذاب ما عندك ولا سحتوت حتى جاجك من قلة العلف بتموت. يعني هذا طيب. والميجنة حلقات الميجنة لما تحتد بينهم تحتد كيف الموقف يعني بتطور يعني. يتطور لكن بعدها يعني تقبل بس يعني بروح رياضية. أما حتى لما كان في السامر مثلا يخلص الحداء بينهم يقول له يا بدر إن كان بيرك هل اللي قريته ليش بتعيده، إن عاد العبارات يقول له يا بدر هل اللي قريته ليش بتعيده، إن كان بيرك نزح من بير نازيده. إحنا بدك بقصائد هذا. نعم. نعم. وهذا في الحداء إن مسكوا جانب يقول له طبعا مثلا. يعني الجوانب اللي يتناولوها بالحداء المرأة الغزال الفروسية الخيل الخيل. نعم. يا قلب والله مثلا لقطعك وارميك اللي هويت النذل والخلايق مش يعني. نعم. أشياء كثيرة مثلا. برأيك كانت هذه الأقاويل تعكس الواقع الاجتماعي؟ طبعا هذه كل واحد يمدح قومه وقبيلته، يمدح نزل ضيوف بساحته، كان يفتخروا بإكرام الضيف، يفتخروا إنهم ما عمرهم عقروا الجار. ما يقول له مثلا إحنا اللي عمرنا ما عقرنا جارنا ولا الخوني من كارنا، يعني تعكس الافتخارات اللي أباؤه، زي أقوال جرير اللي قال والفرزدق أولئك آبائي فجئني بمثلهم. هو الثاني يفتخر بآبائه وأنه كانوا للنجدات والشومات معروفين. نعم. هيك يعني، ويقيلوا العثرات وعمرهم ما انتخى بهم واحد وظلم، حتى اللي ضارب ابنه وأجى استجار فيه أجاره وهو طالع ابنه المقتول أو كذا. يعني يجيبوا هالمكرمات وهالفضائل بينهم في الحداء بس بصورة إيش مرتبة. نعم. ابتعات الدلعونة هذه والميجنة والكذا. خلينا عند الحداية. كان في أشخاص مشهورين من الفالوجة. نعم. بهذا الصنف الشعبي. واحد اسمه أبو زهدي من أولاد عيسى، هذا كان مفخرة يعني في الحداء الشعبي، حتى شفت في المجلات الفلسطينية. نعم. مقابلات وتوثيقات في كان له كلمات يعني كلها حكم. ويقال حاج ابو محمد انه البعض منهم كان يقدم تلقائي يعني بدون ترتيب مسبق. لا لا ابدا، يعني يكون مرتبط بالموقف وانفعالاته بالضبط. نعم. يجاوبك على نفس الوقت يعني بدي اجيب لك كلمه ولو مش متناسبه مع هذا، مثلا يقول يا بي ارداف الفلاح، يعني ارداف هو مؤخرته. نعم. يا بي ارداف الفلاح
زي الهنابة المكفية. الهنابة هي كبيرة من الخشب، هي كان وعاء تسع أربع خمس أرطال من المفتول والكبير، يعني كبير جدا. قال يا بي يرداف الفلاح زي الهنابة المكفية، قال له مربيها خبز الطابون مش زيك على رمع القلية. نعم. القلية يعني ما انتم في مجاعه، ميت من الجوع. ميت من الجوع، فهذا بده يكون ارباب وعضله. فهذه وليدة نفس اللحظه قال له هيك، قال له هيك، جاوب. ما كانش يعرف ايش بده يقول هذاك. فكانوا اذا انت بتتكلم اي كلمه من الفخر يجاوبك، من مدحه تقول والله يا رجال وانتم حباب جينا وكذا، بده جاوبك واحنا نهلي فيكم وكذا، احنا اهل الكرم وتكريم الضيف. من عادات اهالينا. فبتيجي على الوزن، على القافية، على القافية بالكذا، تنو يجنف عليهم ويقول له كلمات يعني فيها رمز وقصد يكويث، يعني ما في شيء حدا، لكن تكون في نفس يعني الروح الرياضية، لاني شفتهم يتباوسوا ويأكلوا عند بعضهم يعني بعدها ما في شيء، بس مشان يحمسوها لتعطي طعم للعرس يعني وللفرح. حكينا عن السامر، حكينا عن الدحية، حكينا عن الحداية. نعم. حكيت لي في أشكال أخرى شعبية. الدبكة. نعم. شو أنواع الدبكة اللي كانت في الفلوجة؟ الدبكة يرغول وشبابة. نعم. وكانوا شباب هي. يكونوا معهم لويح بنقول له، معاه محرمة خرز. ولاقى اطلع على الجبل واشرف على الوادي واقول يا مرحبا نسم هوا بلادي. ونسمها بابور الديري الله يجيري، فأشياء من هالنوع. هذا الشباب يعني أشياء كثيرة الشباب يقولون جنوب فلسطين والفالوجة منها. ما هو في دبكة كمان للاختيارية. بالضبط، هذا كنت أنا بدي أسأله. إنه في نوع مخصص يعني تعرف فيه المنطقة إنه هذه دبكة جنوب فلسطين، هاي دبكة الفالوجة. نعم، في حقيقة الدبكة الفلسطينية مشهورة في كل أماكن فلسطين. نعم. يعني ليست خاصة بالفالوجي. قد لأن السامر شفته في مرج بن عامر، شفته في أماكن كثيرة في منطقة القدس. نعم. شفته في دورة، شفته في كذا، يعني بتلقاها إنه هم كذا. لكن هاي الدبكة كمان نفس الدبكة، بس بدل ما استعمال الشباب في اسمه اليرغول، كان بوص مخزق هيك وأظن من شاف زي اللي مع الموسيقى الجيش، هذا اسمه يرغول بقينا نقول له يعملوا. الاختياري الكبار كمان كانوا يدبكوا، بس دبكتهم ايش؟ يقفوا يمسك العباية الصمرة، كان شفتها أهل الخليل، يسويها على كتافه هيك والمحجان يفيده. ويعمل رجله هيك وهيك بحركة، هذولاك تعرف قفزات الدبكة لها كل ثلاثة، الرابعة يعمل ضربتين ثلاثة قويات بحيث انك تسمع صوت الارض يعني. لا هذولاك هيك يمين وشمال. فيعاد يصير يقول مثلا فيها قليل ملوع قالي يا ابو حطة وعقالي، ما قلت لك يوم العرس لس بدي ضيع عقالي، يعني يمزط من الحركات. ثم يقول ما قلت لك يوم العرس لس بدي غلب كل لبس، وحياتي مكي والقدس ما بيعانا خلاني، على هالوزن وحداء طويل. عاد ذكرت تعبير حامل بإيده المحجانة، خلينا نوضحها. العصا، العصا اللي تتناسب، لأنه غالب بتعين الستين في البلاد لما كان يجي يحضر فرح إنه يحط العصا اللي محنية بشكل هيك، هذه بنسميها محجانة. محجانة. نعم. اللي معروف عادة من أي خشب هاي بتم؟ من الخزران. من الخزران. وبتأتي وبكون حامل العباء، فبمسك عاد بمسكها من يده هيك، وبصير إذا دال ما هذاك المحرم بخرز وإشي، هو بمسك محجانته وبصير يحركها يمين وشمال، إنه هو الفرح إنه أجيت أنا شاركت في فرحكم يا دار فلان، هاي إلي يد يعني أسعدكم بذلك، مشان إنه هم حضروا كمان أفراح ابنهم
وكذا. يعني هذا حذاء طويل، يعني بده واحد متخصص في الحذاء، انه كلمات طويلة، يا زائر للنبي، يعني في اشياء كثيرة من الزيارات ومن كذا، بس باسلوب مختلف الحذاء يعني. نعم. زي ما تقول هذا السامر له حذاء خاص ولهجة، وهذاك له، ودلعونا إلها لهجة، والميجنة إلها لهجة، والعتابة إلها لهجة، أبو الزلف أبو الزلف إلها لهجة، ما معروفة يعني عند المغني. فالحوطات وكل سن بقبى له موقف يحضر فيه. نعم. طيب هذه السهرات والليالي، ليالي الأفراح اللي كانت تقام، لأي ساعة كانت تظل بالليل؟ والله ظلها لوقت متأخر في الليل. ويوم الفرح بالذات كانوا قدموا مناسف وقدموا. بدنا نحكي عن يوم الفرح لأنه هذا يعني له جانب مهم لتفاصيله. لما تقام هاي الدبكة والسامر والدحية وكل هاي التفاصيل اللي تحدثنا عنها، كان في إضاءة تكون بالساحة؟ والله إضاءة أو ضوء القمر، يختاروا أيام ضوء القمر مثلا يولعوا نار. كانت في نيران، ما هي هذه القرفة والأشياء هذه كانت على نيران وخشب كبير هيك، وتكون النيران موجودة، لكن غالب ليالي القمر تكون واضحة الإضاءة أحسن من أي إضاءة ثانية. وإنه بيكون ليالي قمر ما كانوا في يحتاجوا يعني لهي، إنما بعض المرات كنا نشوف الأفراح مثلا والزفة ماشي وكذا، أو الفرح ما شغال هالدبيك كويس، ينثروا عليهم حلو، ينثروا عليهم ورد، هل موجود يعني من هالشارع اللي مروا منه أهل اللي عندهم شيء يرموا عليهم من الأطايب هذه الطقوس الجميلة بأيامنا هذه مع التطور اللي صار بهالحياة وتوزع الناس ورحلة النكبة والشتات، في إشي محافظين عليه أهالي الفالوجة منها؟ والله شفت يعني العادات، بس صارت يعني مثلا الصلاة، الناس تروح الصلاة أسهل وأنظف وأحسن، لأنه ما يعني هذه الأمور اللي قلت لك إياها بدها ساحات واسعة لا تستطيع، يعني البيوتات كمان ما بتتحمل، الصلاة كمان يعني ما بتتحمل، بس سامر واحد الصالة كلها ما بتتحمل، يعني يبقى 200 زلمة هذول في السامر صافي، 200 زلمة في الدحية، 100 زلمة، يعني ما معقول في مكان اتسع. وبعدين انت بتعرف الحطات كيف بدها تكون، والمتفرجين واللي واقفين، هذه الامور كلها يعني سعة الأماكن. وحتى الدور في البلاد مثلا كانت الدور تقبع على 3 دلوم أرض يعني واسعة ليستطيع أنه لو ساوى فيها هذا، بس الآن الوضع مختلف تماما يعني، فيقدم يعني الآن استعاضوا عن تقديم، نادر حدا يساوي مناسف وإشي، رغم أن أنا عملت وأقربائي عملوا المناسف هذه، سوينا يعني مناسف كثيرة الحمد لله، طعام الطعام ما أغنت عنه الصالة، واللي قدمت فيها البيبسي والسيفن والحلوى والأمور هذه، لكن جمعنا بين الصالة وبين بين الشعبي والحديث والحديث أظلوا، وسوينا السامر والحداء هذا، بس غالب الناس صاروا تجيب فراق وتجيب كذا وتكتفي بالصالة لضيق الأماكن وسرعة الإنجاز. بقى زمان الفرح يبعد له لو قعد شهر، ما يهمهم الناس قاعدين. والآن يقال إنه، وهذا حصل، إنه في أفراح أعراس أحيانا استمرت شهر أكثر، هي أنا بعرف أكثر من شهر، لأنه ما فيش تعطيل زي هالأيام هذه. بس هسا مثلا بيجيك إنسان موظف في السعودية ومعه إجازة شهر، ومضت وخطب وكذا، طيب كلها بدها ويجهز أوراقه ويسافر، يعني ما بدوش يعني خلاف يومين 3 4 5 يكون مجهز الأشياء، فهذيك التجهيزات تستمر. ظلوا حتى اللي يجوا من القرى كانوا يجيبوا ذبايحهم معاهم للفرح ويذبحوا لهم ويتعشوا ويحضروا الفرح ويعاودوا ويرجعوا، فيعني
تستمر شهر وأكثر من شهر، بس الآن الظروف يعني ما فيش مقارنة، إيش بدك تقارن يعني؟ عادة الحنة للعروس كانت عندكم موجودة، كان أي ليلة تصير هذه؟ هذه قبل الفرح يا بليلة يا بليلتين، يعني قبل هذا، وغالبها تقعد 3 ليالي حنة، بس يودوها الرجال قدامهم، وتكون النسوان وحاطات على روس الحنة، وحاطات حلو، وحاطات الأكل اللي يأكل إنه في الليل عند العروس ورفقاتها، فيجن يودعنها، وهذه اللي هاي سب العيون ومديد وتحنون، وبعد صغير وكيف أهله تجافونه، هذه أحد نساء يعني عند العروس 3 أيام. وإذا كان الوقت مدرككم ليلة، والصبح بيصبح أخذ العروس يعني، لما يأخذ العروس هذه بدنا نحكي عنها الآن. ليلة يوم الفرح، يوم الفرح لنفترض كان يوم جمعة، نعم، كيف بيبدأ هذا اليوم من الصباح؟ من الصباح بيبدوا يجهزوا أكل وكذا، وبيعزموا الناس، نعم، ومتى ما عزموا الناس بأهل العريس، أهل العريس، وبودوا مناسف منهم على بيت العروس، نعم، على بيت العروس، نعم. وبعد العصر، هي شايف كيف بعد العصر بتطلع الفاردة تروح على بيت أهلي، كلهم مجهزين حالهم. فكانوا اللي أنا حضرته عدد كبير منهم، كم حضرين جمل، تركب العروس على الجمل. ما هو هذه احنا مشينا بسرعة فيها. قبل ما نصل العروس وتطلع على الجمل، العريس كيف بتم تجهيزه؟ العريس بيت العريس، الشباب بأخذوا واحد بيعزموا على دارهم، وبأخذوا على دارهم يتحمم، بحضرين له هذا اللي عزم، هذاك بده يعزمه مقابله إذا كان هو عزابي وكذا، أو بعزم أخوه، وغالبا بتكون يعني ابن عمته، ابن يعني من هالمحارم اللي عليه، بحضرين له الأشياء اللي هيك. هذا العريس بيطلعوا مع عدد من الشباب وبروح، فلما يغسلوا ويجهزوا وكل شيء برجعوا بحضر حفل اللي داعين الناس، مثلا الساعة 2 على المناسب، بيقدموا المناسب، وكل مبروك يا عم، مبروك يا عم، هل بيقدم له نقوط، هل بيقدم له، إذا عادة القوط كانت موجودة عندكم. موجودة، يقدموا له للعريس وللعروس، للعريس والعروس، بس النقوط هذا اللي تكلمت عنه للعريس، للعريس في الوليمة يعني، نعم، فهالوليمة المقدمة اللي بيقدموا له النقوط والكذا، اللي حتى بعضهم كان ما يكون مديون في التجهيز والشيء، يقول له ليوم النقوط بنسدك هذا، يعني وهو يكون زي ما تقول استرد ما كان قدم، حد يعني ما بيجيك الا اللي انت مقدمه يعني، تسلف باليمين وتسلم بالشمال، بالشمال يعني، زي اللي بسموها هسه بعطوا جمعية، هذا اللي بسموها صندوق هذا، فهو بيكون مسلف او ابوه مسلف يعني، يعني المهم بيجي النقوط هذا، قل وكثر حسب وضعه الاجتماعي وحسب احبابه واصدقائه وسعته. وبعدها بيذهبوا، وهذا هون العريس مهيئ العريس، نعم. هذيك عاد كانت مهيئة من الليل، نعم. بدنا نبدأ الآن كيف بتشكل الموكب، نعم. وبده يتوجه باتجاه بيت العروس، نعم. حتى ينقلوها لبيت الزوجية، بالضبط، نعم. هناك بيكون عندهم نساء ورجال في الدار اللي هم فيها، وغالبها بيكون عدد محدود من أقربها من الرجال يعني. نعم، بس غالبهم النساء قريباتها ورفقات، لكن هذول أهل العريس لا، كل رجالاتهم بيبقى 200 زلمة 300 قد ما هم عندهم قدرة، والنساء قد ما يعني فاردة بنقولها، يعني وفد متوجهين إلى بيطلع، وغالبا ما بيكون بعيد أكثر من 200 متر 300 متر 400 متر، نص كيلو، نعم. بس كله على الأرجل بكونوا ماشيين يعني، وبكون يقولوا مثلا أشياء، مثلا يا بنت شيخ البلد، يا بنت كذا،
أبو العباس زرقة وأبوك يحكم على البلاد والبلقة نعم. ويخلف عليكم كثر الله خيركم حمنا القرايا ما لقينا غيركم، حداوي نسائية تمجد في أهل العروس وتمجد فيهم، وهم يقولوا هالغزال اللي صدته يا فلان يا حمدان يا أبو طارق يا كذا، الغزال هذا كذا، وابراهيم ندهته والندى عليه وهو ندهته اسم الله عليه، مرار يمدحوا في العريس ومرار يمدحوا في غناوي النسوان، وهاهن كلهن مثلا نساء يعطن زغاريت مثلا لا وجهاء الحمولة لأعمامهن، ما هن كلهن من نفس الفميلة، فرئيس القبيلة كمان يمجد بسيطك وتحت خيمتك يعني هذول رجالك، يعني من الكلمات اللي يقولوها تمام. وثم بظلهم متوجهين ماشيين وبهالحداء بتحملهم نص ساعة ماشي، لما هذا بخش بختاروا منهم 5 6 أو 10، النساء كلهم بخش بس رجال 5 على هذول. يا أبو محمد يا أبو فلان نعم والله إن أمانة عندكم، وإحنا الكتف هذا زاد والكتف هذا مي، وإحنا يعني معروف اللي بيننا، وإحنا على حسب الجينة هذا إحنا نأخذ، مبروك عليكم طلعوها يا أخوت، فكون أخوتها 2 مثلا، وهي تلبس عباءة وحاطة فوق رأسها ريش نعام فوق ريش نعام وحملوها سيف، محافظة على العرض اللي هناك، وعرض حملناه بالسيف مصون بكر كذا، يعني له إشارات كثيرة وما بنشاف لا وجهها ولا كذا، وبتكون هذا وبيحملوها على زي هودج يعني هيك. قبل ما تطلع من باب الدار وقف عمها أو خالها وشو بدنا نسوي؟ والله هذولا بصير مثلا يقول مثلا خالها وعمها واقفين مثلا يقولوا عبات العم عبات الخال مثلا. حاج محمد اذا ممكن نشرح يعني بالضبط شو هو شو هي عبات العم وعبات الخال. بالنسبه ارتباط البنت في خالها وفي عمها عصبها كانوا يوجهوا لها الحمايه والخير، لانه عمها كان كذا واجت قبيله ثانيه او قرايب أبعد شوية من عمها وخالها، فلازم يوجه تمجيد لعمها وخالها. فلما يقول عبات العم عمات الخال بيقولوا له تكرم مثلا مقابلها هاي 10 دنانير وهذاك 10 دنانير، وقال لا احنا قلنا لكم جمجرة، بده يصير تلاغط كلامي بينهم. إذا قالوا لهم جمجرة يعني احنا راضين، احنا دفعنا 100 دينار قلنا لكم هذه بنيجي ناخذ عروستك كاملة مكملة، سيروا تطلعوا لنا عم وخال وكذا هذا كذا. واذا كان في تكريم بينهم وفي يعني ما فيش هالهذا ما بدقوش كثير، وبقول لعمها وخالها اتفضل هاي كذا، بقول لهم لا خلص ما دام اعترفت وصلت وكذا. القضية تكريم معنوية يعني. معنوية. فلما قال واحد مثلا وهم يكسوا قال لهم ما بندفعش ولا قرش في هاي وكذا، فبيقوم يوم هذا وهو هذا بيقولوا نسيبنا غلطوا في حقنا، وحقنا هذا بنقدره احنا ب50 دينار. كان قال والله وزود والله انه بيطلع لكم اكثر من ذلك، اتفضل هاي 50 محضرين 5 وصلن، بقول له وصلن، بقول له لا احنا مسامحين في حقنا. يعني زي شغلات معنوية يعني هذا اللي حدثت، وقلما تحدث مش يعني دائما بتحدث، ولكن في أعراس كثيرة مثلا تكون من بلد ثاني مثلا ونروح نجيبها، والبلاد الثانية كلها كيلو يعني مش هلها، فشباب القرية يقولوا بالنشاط الشباب يعني في هذه طقوس معينة، لكن غالبا ما تنتهي بالطيب والتعارف بينهم. طلعت من بيت والدها
كان وركبت على الجمل، الجمل على الهودج أو شبيه الهودج. شبيه الهودج. كيف بتشكل الموكب؟ بقف بقود خطام غالب العريس اللي بقوم خطام الجمل. بقوم خطام الجمل وحوله الدبيك. نعم. واللي بشوهره واللي يعني بيعملوا حذاء وكذا، وحوله كمان رجال الحمولة كبارها قدام وخلف وكذا، والنساء وراء الهودج الهن كمان بظلهن يغنن زي الغناء اللي راح بأسلوب جميل جدا وممتع ويعني وهذولاك الرجال كمان قدام وماشين لما يوصلوا هذا فبدوا يوصلوا هالدار بنيخها في دار العريض بقعد عاد اسمها الجلوة عاد ما. كلها شغلة نساء في نساء عاد بس الجلوة بيحطوا العروس وبعدين بدخل العريس بقعد في جنبها على نعم. كرسي على نعم. أي شغلة هيك يعني حتى لو كانت تنكة هيك نعم. وجللوها بسجاد وأشياء يعني حسب القدرات الموجودة بتقعدوا في جنب بعضهم العريس والعروس وبرفع الغطاء عن وجهها بيبقى في غطاء وكذا برفع الغطاء عن وجهها وبتبدأ أمه الزغرت خالته عمته وبعدين بيبدنها ينزل هالمحارب خواته يرقصن كل واحد يدور حوطة هيك وبتظلها لساعة لأن بعد العشاء غالبا لو من العصر لبعد العشاء إنها كانت من المغرب بظلها بعد العشاء بشوية أو بعدين بقول أخذ العريس العروس خذها عورفة معدي لهم بروحهم وبظل هالدار صهرانين للصباحية عام هيك بكون يعني تقريبا اكتملت طقوس الأفراح والأفراح بظل الطقوس المساندة نعم بالضبط نحكي عن هاي الطقوس المساندة أهل العروس يكونوا جايبين في يعني الليل عشاء لهم نعم. غالبا حمام لحم كذا قطبة بنقولها القطبة نعم وبحطوها عند العريس والعروس هذه كذا والصبح كمان هل بده يجي هني نساء بدخلن على العريس والعروس نعم. أو محارم بدخلوا على العريس رجال في ساحة عند أبوه عند كذا بيجوا هنوا على عدد من الأيام حسب الظروف اللي كذا يقدم الحلوى يقدم اللي بحضر معاد الغداء بتغدى إذا جاي من برا من بلد ثاني لا بيسووا له غداء وبحضروا بهني وبروح بتظلها يعني الأفراح زي ما تقول متصلة يعني أقل إشي 10 أيام بعد الزواج بعد الزواج طيب برأيك عم بس الحمد. بدون دبكة وبدون يعني أفراح تقديم أكل أو زيارات أو كلام بهج يعني برأيك يعني هذا الجو اللي شرحت لنا إياه بشكل تفصيلي ومطول قديش كان يعكس جو الترابط والألفة والمحبة بين الناس والله يا سيدي الماء يعني المحبة والألفة كانت بينهم درجة إنه كبيرة جدا يعني ما يستطيع الإنسان وصفها لأنه كانوا إذا مثلا دار فلان بيقولوا والله فلان أفا فلان هيك داره يصير ما بصيرش كانوا يجمع من الطحين والغلال والأشياء أكثر من اللي صاحب الأراضي اللي حاضر يعني كانوا ينجدوا حالهم في المواقف وفي والنخوة موجودة والأشياء فهالأفراح هذه بتدل إنه قديش يعني الترابط والوفاء وما هو كمان الأنساب يعني هذا بيقول هذه بنت بنتي هذه بنت بنت ابن عمي عرضي يعني كانت إذا كانت البنت من صلته فلازم يروح يعني وليته على اعتبار يقدم الواجب أقدم الواجب لأنه هذا عرضنا يعني عند دار فلان لو كان ابن عمي ابن خالي ابن كذا يروح على أساس أنه واجب ما له علاقة يروح يعني يسلم على العروس ولا كذا أنه وإذا كان من أقربائه هو والله صارت أفراح عند أبو محمد وأبو طارق يعني لازم نشارك في أفراحه وبصيرش يعني هذولا يعني مواقفهم معانا ما لازم
حتى تعرفش انت مين ابو العريس من اعمامه ومن كذا، من كثرة كلهم تدعي انه تفكر انه هو ابو العريس من المحبة والترابط واقرباءه، يعني كلهم قايمين بالواجب يعني. المختار او الوجيه بالعشيرة او بالعائلة كان له دور محوري بالاعراس بالنسبة لهاي، يعني في الافراح والاشي يعني يروحوا مثلا يستشيروه، احنا خطبنا بنت فلان لفلان، اذا يعني هو بنت واحد وجيه مثله من الحمول الثاني يعني بده يروح معاه، واذا هو من هالناس من عامة الناس، وهم قاموا بالواجب يقول لهم مبروك عليكم اكتبوا، بس صار عنده علم انه ابن فلان قرابتي راح يعني ناسب دار فلان يعني بعرف. وثانيا اذا هم بدهم مشاركة منه او شيء يقول له والله تكرم يا عم ان شاء الله يوم عرسك انا ما بقصرش في نقوطك ان شاء الله وكذا، يعني زي ما تقول مع أمر عليكم أضعفكم يصبح بكم أقواكم، فهو بقدم كل الواجبات اللي برد عنهم المظالم وبساعدهم في الوصول لتحقيق هدفهم. نعم، عند أبو محمد الحديث معك ممتع جدا، الحديث عن الموروث الاجتماعي وعن الأفراح، لكن بدنا نتوقف لاستراحة قصيرة وسنعود في الجزء السابع إن شاء الله. إن شاء الله.